مرحبتين واهلا وسهلا فيكم والسلام يا حبايبي واصحابي. كثير ناس بتسأل قاعدين عن التسوق في كندا، كيف نستأجر بيت او نشتري بيت، شو هي اسعار البيوت. حورجيكم الموقع الاساسي اللي كل بيعتمد عليه، كل الريال استيت ايجنتس بيعتمدوا عليه، وهو من اشهر المواقع. خليكم معنا وتابعونا. مرحبا واهلا وسهلا فيكم في سؤال كتير كتير بتكرر عن اسعار البيوت، بيسألون الناس. طبعا زي ما حكينا، كل مدينة خاصة اللي جاي مهاجر جديد لازم يعرف وين رايح، شو اسم المدينة، وغاد بيقدر يعرف كيف اسعار البيوت في هاي المنطقة، هل بيقدر يشتري ولا لا. كل هاي الامور حنحكي عنها اليوم. اهم موقع عشان تعرف الاسعار وتشوف الاماكن او المدن او البيوت اسمه ريال تور. هذا هو الموقع اللي هو بدناش الموقع الاول realtour.ca. فهي الحلو فيه انه بعطيك هون، طبعا في residential، هذا تبع المنازل الناس سكن، وهذا commercial مثلا محلات او شيء. خلينا ندور في اوتوا، بتقدر تدور ب خلينا نشوف الفلترز هاي. زي ما انتم شايفين هون في فلاتر كتير ممكن تسويها، بدك منزل للسكن، بيع ولا اجار. خلينا نحكي بيع. الاسعار هون الاقل اشي بدك قديش واكثر شيء قديش، خليه مفتوح. عدد غرف النوم هذا مهم لانه بحدد لك كتير. عدد الحمامات خليه. لاند سايز قديش بدك، ها امتى حطوه على شو اسمه هذا البيلدينج تايب مهم جدا. هل بدك بيت منزل، هل بدك تاون هاوسز يعني منازل 4-5 لازقين ببعض، هل بدك ابارتمنت شقة معناها دوبلكس وتريبلكس. دوبلكس اللي بكونوا فيها اثنين مع بعض فوق بعض ساكنين، وتريبلكس بكونوا ثلاثة فوق بعض. اوكي خلينا نحكي مثلا احنا اني عشان نضلنا فاتحين. هذا الاوبن هاوسز. اذا بدك اشياء ثانية مثلا في جراج سويمينج بول بتقدر تحطها. هذه خريطة مدينة اوتوا اللي يعتبر مدينة اوتوا، بورجيك انه هم في 20 بيت، هم في 3، هم في 200 وكذا، هم في 23. تقدر تدخل عليهم واحد واحد، بس احنا مثلا انا بدنا نحدد منطقة مثلا. خلينا نحكي كل ما كبرت هون، شايفين هاي البلس زي جوجل ماب، هو كل ما كبرت في هذا البلس كل ما سهلت عليك الحركة. خلينا نشوف مثلا، نحكي في هاي المنطقة اللي هي ريفرسايد ساوث او بارهيفن مثلا، فيها بيوت اكتر. نحكي هدول في بيتين هون، هذا سعره مثلا 469 وهذا 545. اثنين هذا فيه مثلا 4 حمامات، هذا فيه 3، هذا قد يكون عمره اكثر مثلا. خلينا نشوف هذا البيت مثلا، هذا طالبين فيه 300. طبعا بتعمل اكسبت. هون بتشوف اول اشي الصور تبعت البيت، هذه الحديقة تبعته، هذا البيزمنت. anyway بتشوف الصور كلها. هون بحكي لك اسم البروكر تبعهم، هذا رقم تلفونه وايميله اذا بدك تحكي معه. طبعا عادة بكون عندك البروكر تبعك او الريال استيت تبعك، انت بتقول له انا بدي اشوف هذا البيت عجبني. اوكي هون بحكي لك عن البيت بشكل عام، سنجل فاميلي يعني لحاله، ثلاثة باثروم وثلاثة بيدرومز، معناها في البيزمنت في واحد او في غرفة الفوق في واحد، يعني بتشوف الاماكن. هون كاتب لك اياه شو مواصفات هذا البيت. تاون هاوس هذا يعني مش بيت منفصل. اوكي طابقين، مبني في سنة 93، في جراج جوا اتاتشد، وشايفين طلع لك هون انه اعمل معي كونتاكتس. anyway هاي كل المواصفات تبعت البيت. اذا زي ما حكينا مش فاهم هاي المواصفات هون، المساحة طبعا كلها
الفوت والإنش، هذه معناها 8 فوت و6 إنش، اللي هو شحطة هون فوق بتكون فوت وهذه إنش. هذه مساحة. إذا مش فاهم هذا الموقع زي ما حكينا إحنا، ممكن تأخذ هذا الموقع كوبي بيست وترجمه مرة. حكينا مثلا نشوف هون إذا في مثلا شقة، خلينا نشوف هذا، شفنا البيت. هاي الطريقة، بدي أشوف الكوبيت مثلا، هذا برضو تاون هاوس، هذا بالنص شكله. أوكي، هذا الصور إله، هاي الصور تبعت البيت من جوا. طبعا بيجي بدون عفش، إلا إذا أنت بدك تشتري العفش منهم ممكن تتواصل معهم تحكي لهم. هذه الكونديشن تبعت البيت او الديسكريبشن، مبني ب 2006، هذا احدث. هاي الشغلات اللي موجودة فيه، في فاير بليس، سنترال اير كونديشنينج. فمختصر هذا هو المكان اللي ممكن تشوف. طبعا هون اللي انا انتبهت لها، ممكن تغير هدول من 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 انشز وفيت، لانه معظم احنا بدولنا بنشتغل بالمتر، فممكن تغير هذا المكان سهل جدا. زي ما حكينا، هاي المواصفات تبعت البيت، وهذا الموقع اللي بيقدر تشوف الأسعار بشكل عام في البيوت. خلينا مثلا نروح على ميسيساغا. اوكي، ميسيساغا مثلا فيها بيوت اكتر. طبعا انا كتبتها غلط ومع ذلك طلع لي ال right spelling، في طلع يو. anyway، نشوف مثلا هون البيوت، هذا كله للبيع. هاي الاسعار مثلا، اوكي، هذا اسعار البيوت في هاي المنطقة. زي ما انتم شايفين، ميسيساغا اغلى كتير من اوتوا. هذا تاون هاوس، هذا سعره. طبعا ممكن تاخده اغلى شوية، ممكن تاخده ارخص شوية، كله بيعتمد على وضع البيت، على الكونديشنز، على الامور كتير، على الريال تور تبعك قديش شاطر، هذه كل المواصفات تبعته. خلينا نشوف مثلا هون اذا بدنا نعمل رنت. اوكي، دخلنا على الفلترز ريزيدنشال، هون رنت، ممكن تشوف البيوت اللي موجودة في ميسيساغا للإيجار. في كتير ناس بتسأل كيف أعرف. هذا مثلا 2850، عبارة عن الشقة في هذا مونثلي 2550، 2229، فهذه الأسعار. ميسيساغا قريب كتير من تورونتو، وتعتبر من أكثر المدن الموجود فيها عرب في قرب تورونتو، في منطقة تورونتو، والمطار أصلا موجود في مسيساغا، يعني موقع ممتاز جدا. حبيت أوصف لكم هذا الموقع المهم جدا اللي جايين على كندا وللي موجودين في كندا، عشان يستفيدوا من خبراتهم ويعرفوا كيف يقدروا يستأجروا ويشتروا بيوت ويعرفوا الأسعار في الماركت. ويعطيكم العافية، وعملوا شير للفيديو إذا أعجبكم. شكرا، ويعطيكم العافية. طبعا بدنا نشوف بيت هون، اعطيكم اورجيكم شغلات كمان ما شفناها في السابق. خلينا نشوف اي بيت مثال. هون نشوف، مثال هذا البيت. هذا البيت زي ما انتم شايفينه، عملنا اكسبت كمان مرة، بعطينا مكان البيت، هذا عنوانه. إذا نشوف على الخريطة بالضبط وين موجود، عبارة عن غرفتين نوم وحمامين، مبني في 2008، يعني تقريبا جديد يعتبر. في الشغلات اللي هون اللي شايفينها، بتقدر تشوف الجيران يعني تبعونك، هاي النيبرهود، هاي عبارة عن statistics. طبعا بورجيك وين في مدارس هذا البيت، وهاي المدارس الابتدائية، هاي المدارس الإعدادية. أوكي، قديش كويت يعني يعتبر
8% كويت، فيعني هذه تقريبا المنطقة. فيها 8 دي كير للأطفال الصغار، كار فريندلي يعني السواقة فيها سهلة ولا لا 7، سايكل فريندلي و الباركس مثلا اللي موجودة فيها 6 بارك حواليك، هيا 1 2 3 4 وأعتقد somewhere anyway. هذه المسافة، الجروسري، الأماكن التبضع، هذه الأماكن اللي بتقدر تتبضع فيها، يعني مشي يمكن توصل ل أقرب محل تتبضع فيه، كافيز يعني مكان تشرب فيه قهوة، ترانزيت فريندلي، هاي مواقف الباصات، هاي كلها بتلاقيها في النيبرهود. يعني مهم جدا إنك تدرس النيبرهود تبعك، نايت لايف، إذا في فيديوز فايبرنت، هذا الارتجاج تعرف أكثر عنها. أوكي، هذا في الاستاتستيك هون اللي هي بتبين لك، سوري عم بعمل لود. اوكي طيب، هاي الاستاتستيك تبعت المنطقة هاي اللي انت جواها تقريبا، عدد السكان هون، السايز تبعهم 2.7، هون الاعمار، هذه ستاتستيك تبعت الاعمار الموجودين في المنطقة. اكثر اشي هذا مثلا اللي هو بين 35 و49، يعني منطقة شابة. في عندك برضو من 20 ل 34، يعني هذه نصف عدد السكان من 20 ل 49. population growth and projects، هذا الـ كيف عم بطلع عدد السكان في هاي المنطقة. الناس المتعلمة مثلا 54% عندك معهم شهادة جامعية، حوالي نصف عدد السكان متزوجين، فهو منطقة عائلية كويسة. اللغات المحكية أكثر إشي في هذه المنطقة، العربي مثلا، هاي شايفين في حوالي 109 عوائل أو 109 أشخاص عم بيحكوا. الانجليش اكثر اشي محكي في هاي المنطقة، الفرنش تاني، يعني الهاوس هولد انكم، هذا الدخل تبع الناس اللي موجودين في المنطقة، زي ما انتم شايفين 36% دخلهم اكثر من 100,000، 100 ل 150، عالي تقريبا. تشايلد ات هوم، هذا عدد الاطفال اللي موجودين في كل منزل. مثال عندك أكبر عدد اللي هو 20، اللي هو عندهم أعمار أطفال من 10 ل 14 سنة. معظم أهل المنطقة هاي ممتلكين بيوت، وبس 26% مستأجرين. منطقة البناء معظمها في 2006 ل 2010، والعمل معظم الناس اللي ساكنين هون عندهم بزنس وفاينانس وادمن، ف او سوري هذه هي معظمهم، اللي هو 23 اللي هو سوشيال ساينس اديوكيشن اند جوفرمنت، هذه الاعمال اللي بيشتغلوا فيها. النقطة الثالثة اللي هي المورجج الكالكوليشن، مثل هذا الكالكوليشن مهم جدا، هذا سعر البيت. اوكي، هلا السيناريوز اللي بعطيك اياها، بعطيك 4 حالات، اذا بدك تدفع 5% من سعر البيت، 10%، 15% او 20%. المبلغ هيو هذا اللي لازم تدفعه، اذا بدك تدفع 5% 12,000، اذا 10% كذا كذا. مورجج انشورنس، هون لازم تدفع المورجج انشورنس، هذا عشان يضمنوا انك حتدفع المبلغ. مورجج انشورنس ما بتدفعه اذا راح تدفع 20%، يعني صفر مورجج انشورنس، هذا غير مسترد، هذا مش داخل في المبلغ، هذا انشورنس. اوكي، فاذا انت مثلا 15% هون، انا لا وبدك تدفع 5,000، لا نصيحتي تدفع هذا المبلغ مثال، بس اذا ما معك غير 12,000 فما بتقدر. اوكي، هلا اول شغلة في السيناريوهات هاي، خلينا نحكي انه بدك انت 25 سنة. اوكي، عادة الناس تأخذ ل 25 سنة. هلا بحسب لنا المورجج ريت، المورجج ريت نحكي انه هلا 3%، 3%،
فبحسب لك التوتال مورجج مانثلي بالشهر قديش بدك تدفع. اذا انت دافع 5% بتدفع 1161 1164 دولار بالشهر، اذا انت دافع 20% بتدفع 943 دولار. معظم الناس هون بحبوا يدفعوا باي ويكلي اللي هو كل اسبوعين، فانت بتستفيد بشهر تقريبا بالسنة بدفعوا 537 هون، هون 453. فطبعا هذا لانه انتاريو، هذا حسب لك اياهم. في عندك لاند تاكس ترانسفير، هذا اول ما تشتري البيت اول مرة بدك تدفع هذا المبلغ 2215. وعندك كمان مصاري لازم تكون معك، هاي هون كاش نيدد، بدك حوالي هاي الداون بيمنت المبلغ اللي حكينا اذا 5%. في عندك الانشورنس 757، في عندك اللاند تاكس هذه لازم تدفعها زيادة، المحامي تقريبا 1000 دولار، وتايتل انشورنس 250 دولار تقريبا. فلازم يكون معك كاش هذا المبلغ عشان تقدر تشتري هذا البيت. شغلات ثانية ممكن انسبكشن تدفع 500 300 ل 500، ابريزل فيز ممكن يطلبوا منك. مونثلي اكسبنس هذا الفلوس اللي لازم تدفعها فوق الاجار او المورجج، اللي هو هذه المبالغ تقريبا بيطلع المبلغ كامل 1600 بالشهر. عشان هيك لما الناس تيجي هون تسأله انت بدك تستأجر ولا، طبعا اول سنة يمكن ما يقدر ياخذ او يشتري بيت، بس اذا معاه شوية فلوس وعارف المنطقة كويس يتوكل على الله، انه تقريبا المبلغ اللي حيدفعه هو تقريبا هو نفس المبلغ اللي بده يستأجر فيه، فبدل ما يدفع للعالم بدفع لحاله. فهذه الكالكوليشن فيري جود، حبيت احكي لكم عنها وان شاء الله تستفيدوا منها. إذا أعجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة واعملوا شير مع أصحابك.